بجد يا شباب، احلى حاجه احلى حاجه بجد بتفرح طالب ثانويه عامه او بتفرح المدرس بتاعه، ان حاجه احنا نقولها لك تمام، هي في منهجك كل حاجه، بس حاجه نقولها لك وتروح جاي في الامتحان بالنص. وعشان كده عملت انا والتيم اللي معايا ورشه، نقول يا شباب ايه اللي ممكن السنه دي يجيبوا لنا في الامتحان. فتوقعنا 10 مقالات topics او essays، فقلنا دول يعني ممكن يجيب واحد منهم بنسبة كبيرة جدا، والأمل والعشم في ربنا كبير سبحانه وتعالى، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. مش هتلاقي حد كتير يعني مثلا بيبذل مجهود في ده، أو يلا بقى زي ما تيجي ويلا بقى مش مهم. لا، احنا قلنا بقى ليه لا نبذل مجهود ونقول يا رب يا رب يا رب واحد من العشرة دول يجوا في الامتحان. واجتهدنا ايه اللي ممكن يجي من خلال التطور اللي حصل في خلال العشر سنين اللي فاتت، الكون اللي حصل فيه، العالم، الاحداث اللي موجودة فيه، التطورات اللي حصلت، الاي الذكاء الاصطناعي والجلوبال وورمين والحاجات دي كلها يا شباب، يعني حطناها عندك في مذكرة. المذكرة دي ان شاء الله هنسيب لك تحملها. فيلا بينا نقرأ مع بعض العشر اسايز. خلي بالك انا عاملهم لك بطريقتين، بطريقة مختصرة اللي هي طريقة الباراجراف اللي هو 6 سطور، والطريقة العادية اللي هي 200 كلمة اللي هو الإيسي العادي المحترم يعني. فيلا بينا ونقول يا رب ما تخيبلناش عشم ولا رجا فيك، ويا رب فرحني وفرح العيال دي ويجي واحد منهم إن شاء الله يا شباب. الموضوع بسيط، مش هياخد منك أكتر من ساعة مذاكرة، ويبقى أنت عملت اللي عليك. وعلى فكرة على فكرة يعني الجانب التاني، لو ما جاش واحد منهم أنت هتفهم أصلا بعد ما تقرأ العشر موضوعات اصلا انت ازاي تكتب اصلا اي اسئله لوحدك. فيلا بينا نقول يا رب توكلنا عليك، واوعوا انا مش ببخل عليكم بحاجه، فاوعى تبخل باللايك اللي هيفرق معانا عشان الفيديو ده يروح لحد تاني من اصحابك. وما تبخلش على نفسك بكومنت قول لي فيه مشكلتك ليه لا، والله يا ابني يا بنتي ممكن الفيديو اللي جاي اعمله مخصوص عشانك انت، عشان انا حابب احل لك مشكلتك. جربني كده، جرب، احنا عاملين قناه اصلا عشان نحل لكم مشاكلكم. وانت لو مش مشترك في القناه اشترك وفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة اللي احنا حريصين تكون مفيدة، مش هنضيع لك وقتك ابدا. وفي نفس الوقت خد ثواب في غيرك وشارك المحتوى ده الدال على الخير كفعل. نقول الدعاء بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. اول اساي بيتكلم عن الارتفيشال انتليجنس، وده مهم جدا ومتوقع، اللي هو الاي اي، ده اسمه الذكاء الاصطناعي. حلو الكلام، كلام جميل. هناخده بطريقه الاساي بحيث تاخد افكار، تاخد معلومات، تاخد تفاصيل، يبقى عندك بوينتس تتكلم فيها نقاط. وبعد كده هننتقل الى الجزئيه اللي بعد كده اللي هي ان انا اكتبه بطريقه الست سطور. هلخصه لك يعني، وهسيب لك ده وده في نفس المذكرة من الترجمين بالعربي. بس اهم حاجة تبقى عارف انت اختصرت الموضوع اللي هو بتاع الاساي ازاي، تكتبه في 6 سطور، ودايما الافكار التانية تكون موجودة في دماغك بحيث لو جاب ده او جاب ده تبقى انت مستعد. هنبدأ بقى عادي جدا اهوت بالمقدمة بتاعتنا. ايه هو الارتفيشال انتليجنس او الاي اي؟ قالك is a fascinating and important topic in today's world. ده موضوع مهم جدا في عالمنا اليوم، الـ AI والذكاء الاصطناعي حاجة مهمة جدا دلوقتي. AI refers to the ability of machines to perform tasks. شفت بقى انت محتاج تكتب ايه عن الـ AI، مش تكتب كام سطر او كام كلمة. ايه هو الـ AI؟ ده موضوع مهم جدا. طب اللي هو ايه؟ قالك هو القدرة بتاعة الالات to perform tasks، ان هي تقوم بالمهام that normally require human intelligence، المهام التي تتطلب ذكاء بشري. بتخلي المكن يعمل ده، بتخلي الالات تعمل حاجات تتطلب ذكاء انسان، ده ذكاء الاصطناعي. These tasks include learning, reasoning, problem solving and understanding language. التاسكس دي بتشتمل على التعلم، reasoning المنطق، problem solving حل المشاكل and understanding language. يعني مثلا ممكن برامج ذكاء الاصطناعي تتكلم معاها كانسان، تقول له ازيك، يقول لك الله يسلمك، يرد عليك بشكل ابداعي اكن انسان قدامك. تمام، تقول له انا عندي مشكله احلها ازاي، يقول لك ازاي تحلها، ويتكلم معاك واحد اكنه بني ادم قدامك. يبقى قال لك بقى ان انت هتخلي عندك الالات قادره to perform tasks، ان هي تقوم باداء المهام
that normally require human intelligence التي تتطلب ذكاء بشري زي ايه ماستر؟ زي learning التعلم reasoning المنطق problem solving حل المشاكل and understanding language وفهم اللغة. In this essay we will explore the benefits and drawbacks of AI to understand its impacts on our lives better. في الإساي ده هنتناقش بقى في الجسم عن البنفيتس اللي هي المميزات او الفوائد والدروباكس اللي هي العيوب بتاعت الاي اي to understand its impact عشان نفهم التأثيرات بتاعته على حياتنا بشكل افضل. خلاص كده شباب؟ طيب اول حاجة بقى هنا هنبدأ قسمين، قسم هنتكلم عن الادفانجز وقسم هنتكلم عن الاذر، on the other hand هنتكلم على الديسادفانجز. يبقى انت هتبقى فاهم ايه مميزاته وايه عيوبه، عارف ايه المميزات والعيوب؟ لا، فانت لازم تقرا الايسي عشان تعرف، مش ان انت تتعلم تكتب ايسي وخلاص. طب هتكتب ايه بقى في ايسي زي ده؟ محتاج افكار. هي دي بقى فكره ان انت تقرا عشان تاخد الفكره، وبعد كده الفكره في دماغك او الايديا رايت باي يور سيلف اون يور اون باي يور ستايل، اكتبها بنفسك بطريقتك وباسلوبك. هل يبقى هنقسم زي ما انت شفت اهو، احنا اتكلمنا عن المقدمه وخدنا تو بيراجرافز، فقرة تتكلم عن الادفانجز، فقرة تتكلم على الديسادفانجز. قالك AI can perform tasks faster and more accurately than humans. أول ميزة سهلة جدا إن هو بيؤدي المهمات بتاعته أسرع وبدقة أكتر من البشر. For example, in medicine في الطب AI can help doctors diagnose diseases quickly by analyzing medical data. على طول في الطب مثلا الذكاء الاصطناعي بيساعد الدكاترة diagnose ان هي تشخص الامراض بسرعة by analyzing medical data عن طريق تحليل البيانات الطبية. Secondly, AI can handle repetitive tasks freeing up time for people to do more creative and meaningful work. الـ AI يقدر يتعامل مع الحاجات اللي هي بتتكرر، يعني مثلا انت تبرمجه ان هو يعمل حاجة، وبدل ما انت كإنسان تقعد تكرر نفس الحاجة وهي مش محتاجة إبداع، تخلي الذكاء الاصطناعي يعملها لك فما بيزهقش. خلاص يبقى كان هاندل بيقدر يتعامل أو يعالج الريبيتيتيف تاسكس اللي هي المهام المتكررة، freeing up time for people to do more creative and meaningful work، وده بيفضي وقت ومساحة للبشر في إن هي تقوم بقى بالمهمات اللي محتاجة تفكير ومحتاجة حداثة ومحتاجة إبداع. ففي عمل متكرر اكتب ده وبعدين اكتبه 100 مرة، فخلاص بقى انت كبني آدم كتبته مرة مش هتقعد تكتبه 99 مرة كمان. لا، الذكاء الاصطناعي يعمل لك الحاجات المتكررة دي مش مشكلة. تمام يا شباب. Furthermore AI can improve safety in dangerous jobs. For instance robots can work in hazardous environments like mines or deep sea exploration reducing the risk to human workers. ان الـ AI الذكاء الاصطناعي المتمثل في الروبوتس اللي هو الانسان الالي ممكن يعمل الوظائف الخطيره بدل البشر، موفرا للبشر الامان والحمايه. For instance على سبيل المثال نقدر نشغل الروبوتس in hazardous environments في البيئات الـ dangerous. كلمه hazardous بتساوي كلمه dangerous، في البيئات الخطر like mines زي المناجم or deep sea exploration أو استكشافات البحر العميقة reducing the risk to human workers، فده بيقلل الخطر على العمال من البشر. يبقى أنت عندك ثلاث مميزات. الميزة الأولى إن هو بيعمل التاسكس faster and more accurately than people. اتنين ممكن يعمل في المجال الطبي بيشخص الحاجات أكتر دقة من الدكاترة وأسرع طالما اديته الميديكال داتا بيعمل ده. الحاجة التانية بيهاندل وبيعمل الريبيتيتيف تاسكس اللي هي المهمات اللي فيها تكرار، عشان كده بيوفر وقت للإنسان ليقوم بالوظائف الإبداعية بقى. تلاتة بيعمل الحاجات الخطيرة فبيوفر الأمان للبشر والحماية. On the other hand there are some disadvantages to AI. على الجانب الآخر في بعض العيوب. One major concern is that AI might take over jobs. أول عيب إن هو هيحل محل البشر، فهيسبب unemployment بطالة، لأن هو اللي هيقوم بالوظائف، البشر مش هيبقى عنده حاجة يعملها. Leading to unemployment، وهذا يؤدي إلى البطالة. Many jobs that require routine tasks such as assembly line work can be done by machines potentially leaving many people without work. يبقى أول حاجة بيخلي في بطالة لأن كثير من الوظائف بتبقى روتينية مش محتاجة ذكاء، فتقدر الآلات تقوم بيها، فده يترك كثير من البشر بلا عمل.
Another issue is the lack of human touch. نقص العنصر البشري والتاتش بتاع الإنسان. While AI can process information quickly, it lacks the emotional understanding that humans have. الـ AI هيعمل لك الحاجات بسرعة، ولكن it lacks بينقصه الفهم العاطفي والتفاهم أو الفهم الداخلي بتاع البشر. يبقى this can be a problem in areas where empathy and human interaction are crucial, such as healthcare and education. وده طبعا هيبقى مشكلة في المناطق اللي بتبقى فيها التفاعلات البشرية والعاطفة مطلوبة، زي المجال بتاع العناية الصحية بتبقى محتاج تتعاطف مع المريض. الـ AI ما عندوش شفقة، ما عندوش مشاعر أصلا، ما عندوش قلب أصلا. في التعليم بيبقى محتاج إن أنا أحس بالطالب هو ذكي متوسط عشان يبقى فيه عاطفة وأقدر أتعامل معاه بالعنصر البشري. فنقص الأحاسيس والمشاعر البشرية ده عيب. تاني برضك قالك such as healthcare and education. Lastly أخيرا there are concerns about privacy and security. في مشاكل تخص الخصوصية والأمان. AI systems can collect and analyze vast amounts of personal data which can be misused if not properly protected. لأن الـ AI الأنظمة بتاعته بتقدر تجمع وتحلل كميات كبيرة جدا من الـ personal data، من البيانات الشخصية بتاعتك، which can be misused، اللي ممكن يساء استخدامها لو انت حضرتك ما حمدهاش properly بشكل مناسب. يبقى انت عندك ثلاث مشاكل: مشكلة البطالة اللي هيتسبب فيها AI، مشكلة نقص التدخل البشري بالعاطفة بتاعته والفهم بتاعه والمشاعر بتاعته، ثلاثة نقص الحماية والخصوصية. تمام؟ طيب in conclusion AI has both advantages and disadvantages. في الخاتمة الـ AI ليه مميزات وليه عيوب. It can improve efficiency, safety and productivity in many fields. الذكاء الاصطناعي يقدر يحسن من الكفاءة، السيفتي الأمان، and productivity والإنتاجية in many fields في كثير من المجالات. But it also poses challenges، ولكن بيفرض علينا تحديات زي job displacement اللي هو الإحلال الوظيفي هيحل محل البشر، lack of human empathy نقص العاطفة البشرية، and privacy concerns ومشاكل في الخصوصية. As AI continues to develop وهو عمال يستمر ويتطور، it's essential to find a balance، من الضروري ان احنا نجد balance توازن that maximizes its benefits، بيخلينا بقى ان احنا نستفيد اقصى استفادة من الفوائد بتاعته، while minimizing its drawbacks ونقلل بقدر المستطاع العيوب بتاعته. By understanding both sides، لو فهمنا الجانبين مميزات والعيوب، we can better prepare for a future where AI plays a significant role in our lives. يبقى احنا بنجهز نفسنا عشان نروح لمستقبل الـ AI فيه هيلعب دور مهم جدا في حياتنا كلها. بس كده، يبقى انت عندك العربي اهو تقراه عشان برضك يظبط لك ويلخص لك الافكار بتاعته، وتعالوا بينا نروح نشوفه ازاي نفس الموضوع بيتكتب في 6 سطور. اهو يا شباب 6 سطور همت. قالك الـ Artificial Intelligence هتبقى، بس المشكلة في ان الافكار هتبقى محدودة. تمام؟ اهو يا شباب هيبدأ عادي جدا يقولك الـ Artificial Intelligence is the science of making computers do things that usually need human thinking. هو العلم اللي بيخلي اجهزة الكمبيوتر تقوم بعمل الاشياء اللي دايما بتبقى محتاجة human thinking، تفكير بشري. يبقى هو علم استخدام الكمبيوتر والآلات في القيام بالأشياء التي دائما تحتاج إلى تفكير بشري. الـ AI firstly it helps us by making smart decisions like suggesting what videos to watch next. أولا بيساعدنا إن احنا نعمل أو نتخذ قرارات ذكية، زي مثلا بيقترح علينا إيه الفيديوهات اللي احنا نتفرج عليها. secondly it can understand and talk to us، بيفهمنا وبيتكلم معانا. Like when we use voice assistants such as Siri or Alexa. زي ما بنستخدم في الايفون Siri، نقول له هاي Siri، يقول لك هاي هاو ار يو، هاو كان اي هيلب يو توداي. فانت بتقدر تتكلم معاه وتتناقش معاه كبني ادم بالظبط، يبقى يقدر يتكلم معاك ويتفاهم معاك زي البشر. Thirdly AI can even play games with us and beat human
تشامبيونز. الاي اي يقدر يلعب معانا العاب وكمان يهزم البشر. In conclusion في الخاتمه, AI is a powerful tool that makes our lives easier, حاجه بتخلي حياتنا اسهل, اله قويه بتخلي حياتنا اسهل and more fun, واكثر متعه, by using computers to think like humans, باستخدام الاجهزه بتاعه الكمبيوتر انها تفكر مثل البشر. ادي يا شباب طريقه الست سطور, وده بردك الترجمه بتاعتهم بالعربي, والاثنين هيعززوا افكار. الاساي الثاني لو بيتكلم عن البيرن اوت. البيرن اوت لما نكتبه بطريقه ال 200 كلمه هنكتب بردك مقدمه وجسم وخاتمه. هو ايه البيرن اوت؟ It's a state of extreme physical, mental and emotional exhaustion. Exhaustion اللي هو الارهاق او الانهاك, هو عباره عن حاله من الارهاق الشديد, سواء الارهاق العاطفي او النفسي او الفيزيكال اللي هو البدني. يبقى هو عباره عن انهاك عاطفي اللي هو الايموشنال, منتال نفسي او عقلي, فيزيكال جسدي او بدني. caused by prolonged stress and overwork, بيكون سببه الضغط على فتره طويله والاوفرورك والزياده في الشغل. It's a common problem among high school students, special students who study hard, ودي مشكله عامه عند طلبه ثانوي وخاصه اللي بيذاكروا بجد. This essay will discuss the causes of burnout, its effects on students and ways to manage and prevent it. هنقسم بقى الاساي بتاعنا لثلاث حاجات, ايه اسباب البيرن اوت, ايه تاثيراته على الطلاب, وايه الطرق عشان manage and prevent it, ايه الطرق اللي احنا نتحكم فيه ونمنعه, يعني الحل. يعني هيبدا اهو, first هيتكلم عن الكازس, secondly هيتكلم عن الايفكتس, lastly هيتكلم على several ways to manage and prevent burnout, الحلول, وبعدين نكتب الكونكلوجن, الخاتمه. يبقى انت كده فاهم الدنيا ماشيه ازاي. قال لك بقى الاسباب, burnout can be caused by several factors, عوامل عديده بتؤدي اليه. One major reason is having too much work, العمل الزياده عن اللزوم. يبقى اول حاجه كده الماتش ورك. When students have too many assignments, projects and exams to handle, it can become overwhelming. لما الطلاب بيبقى عندهم واجبات كتير, مشاريع كتير وامتحانات كتير يتعاملوا معاها, ده بيكون مرهق جدا. Overwhelming معناه مرهق. Additionally, not getting enough sleep can contribute to burnout. يبقى السبب الاولاني قلنا اللي هو الماتش ورك, اهو دي فكره تحفظها. السبب الثاني lack of sleep, عدم الحصول على قسط كافي من النوم, can contribute to burnout. Students often stay up late studying, لان الطلبه دايما بتسهر, stay up late معناه بيسهروا يذاكروا, which leaves him feeling tired and stressed, وده بيخليهم مرهقين ومضغوطين. Furthermore, high expectations from parents, teachers and even themselves can create stress leading to burnout. السبب الثالث الهاي اكسبكتيشنز, التوقعات الكبيره. مامتك تقول لك مثلا انا نفسي يا ابني تطلع الاول على الجمهوريه, نفسي تبقى دكتور كبير زي ابن خالتك اللي في امريكا, فهم طبعا وانت طبعا كحيان, فطبعا امال عظيمه بتتبنى عليك بتضغطك وبتسبب لك ضغط وممكن توديك للاحتراق النفسي اللي هو البيرن اوت. كده اتكلمنا عن الاسباب بمنتهى البساطه, فانت كطالب فهمت هتكلم ايه ازاي عن الاسباب اللي هو التو ماتش ورك, نقص النوم, التوقعات بتاعت الاسره. اكتبها بقى بطريقتك, هو ده اللي انا بتكلم فيه. بعد كده بيقول لك secondly, the effects of burnout can be quite severe, الاثار بتاعته شديده جدا. For instance, على سبيل المثال, students may feel constantly tired and find it difficult to stay motivated, ان الطلاب مثلا لو عندهم burnout بيبقى عندهم باستمرار الاحساس بالتعب وعدم الحماس للعمل. This can lead to a decline in academic performance, وده بيؤدي الى نقص في ادائه التعليمي. Burnout can also affect their health, بيأثر على, احنا كده اتكلمنا عن ان burnout بيخليك متعب وما عندكش طاقه, فبيقلل او بيأثر على الاداء بتاعك. اتنين, بيأثر على الصحه. ازاي مستر؟ Burnout can also affect their health, بيأثر على صحتهم, causing headaches, بيسبب صداع, stomach aches, مغص, or other problems, او مشاكل اخرى صحيه. Emotionally, من الناحيه العاطفيه بقى في تاثير عاطفي. Emotionally, burnout can cause feelings of helplessness, من الناحيه العاطفيه الارهاق البيرن اوت ممكن يوصلك الى احساسك بالعجز اللي هو الهيلبلسنس, irritability,
احساسك بالزهق او المضايقه والعصبيه and even depression وحتى ممكن اكتئاب. يبقى ده بيؤدي الى ثلاث حاجات: عجز، احساس بالعجز، احساس بالضيق او الازعاج، احساس بالاكتئاب. يبقى انت كده عندك التاثيرات بتاعه البيرن اوت على الطلاب، ان هي بتسبب التعب الشديد وعدم الحماس، فده بينقص عندك الدرجات وبينقص البرفورمانس. عندك برضك بيرن اوت بيأثر على الهيلث، بيسبب الهيدكس والستامكس، وبرضك بيأثر على الايموشنز بتاعتك، بيخليك تشعر ان انت هيلبلس، بيسبب لك حاجه اسمها irritability اللي هو توتر او انزعاج، ودبريشن، اكتئاب. هنا بقى lastly there are several ways to manage and prevent burnout. ايه الطرق اللي بتخليني اتحكم وامنع البيرن اوت؟ قال لك one effective strategy is to manage time well and organize tasks. اول حاجه حضرتك تنظم وقتك وتنظم التاسكس بتاعتك. اول حاجه by creating a schedule that balances school work with relaxation and hobbies. ان انت تعمل جدول، الجدول ده بيوازن ما بين الشغل بتاعك وما بين الحاجات بتاعتك، راحتك وهواياتك. يعني تحط وقت لشغلك، وقت لراحتك وهواياتك. Students can avoid feelings of stress or feeling stressed. It's also important to get enough sleep. الحاجة التانية غير التنظيم بتاع الوقت ان انت تنام كويس. Enough sleep. And eat healthy meals to maintain physical health. وتاكل طعام صحي عشان تحافظ على صحتك البدنية. Additionally, talking to someone like a friend, teacher, or family member about stress can also provide support and advice. ان انت تتكلم مع حد من اصحابك، من اسرتك، وتفضفض معاه، ده ممكن يديك نوع من انواع الدعم والنصيحة. بس الحلول البسيطة هوت ان انت حاجة تنظم وقتك وتعمل schedule to organize your tasks, to organize your time. الحاجة التانية ان انت تنام كويس. You should have enough sleep. الحاجة التالتة talk to a friend or a family member. This will give you advice or support. تكلم مع حد من اصحابك او من قرايبك، ده هيدي لك نصيحة ودعم. الموضوع بسيط يا جماعة. In conclusion, burnout is a serious issue caused by too much work. لا ده بقى اسمه الparaphrasing بقى. بنعيد صياغة ما سبق او بنعمل summary. الخاتمة دايما قالك البيرن اوت هو مشكلة خطيرة بنسببها الماتش ورك، اللاك اوف سليب، اند هاي اكسبكتيشنز. ات كان هاف نيجاتيف افكتس اون ستودنتس. دي اسبابها اللي هو اللاك اوف سليب، نقص النوم، الماتش ورك، العمل كتير، اند هاي اكسبكتيشنز، والتوقعات العالية. ات كان هاف نيجاتيف افكتس، له اثار سلبية على الطلاب، على الفيزيكال والمنتال هيلث، على الصحة الجسدية والعقلية. هاويفر باي مانجينج تايم افكتيفلي، تيكينج كير اوف ذير هيلث، ولكن بإدارة الوقت والاهتمام بالصحة، and seeking support، وبان انت بتطلب الدعم والمساعدة، students can prevent and cope with burnout. الطلبة تعرف تمنع وتتعامل مع burnout. By doing so they can achieve a balanced and healthy lifestyle. لو عملت كده هتقدر تحقق أسلوب حياة متوازن وصحي، which will enable them to succeed in their studies and personal lives. وده يمكنهم انهم ينجحهم في دراستهم وفي حياتهم الشخصية. طيب هنا بقى شباب، لما نشوف ازاي هنكتبه بطريقة الست جمل او الست سطور، او بنتكلم هنا عن البيرن اوت. قالك is a state، خلاص انت فهمت بقى الفكرة وتقدر توظفها بنفسك. قالك هو حالة من ان انت بتبقى very tired and stressed، ومضغوط جدا because of too much work، بسبب الشغل الكتير او pressure او الضغط. Firstly when people feel burn out they often feel very tired all the time. اولا الناس لما بيجي لها الاحتراق النفسي بيشعروا بالتعب طول الوقت. Secondly they might not enjoy things they used to like، بيبداوا ان هم ما يستمتعوش بالحاجات اللي هم كانوا اصلا متعودين يحبوها. Thirdly burnout can make it hard to focus and get things done، بيخلي في صعوبه على التركيز واداء المهمات. In conclusion it's important to take breaks and relax. في النهايه مهم ان انت تاخد بريك وتاخد راحه، so we don't feel burnout، عشان ما نشعرش بالاحتراق النفسي، and can stay happy and healthy، ونبقى سعداء وصحيين. ادوك شفت بنفسك ان الست جمل بيخلصوا او ست ستور بيخلصوا، مفيش افكار. اما انت لو عندك الافكار اللي انت قريها هناك، لا انت عندك ثلاث اسباب اللي هو الشغل وقله النوم والتوقعات، عندك تاثيرات، في تاثيرات عاطفيه، بيجي لك اكتئاب، بيجي لك tiredness، بيجي لك helplessness،
بيجي لك irritability توتر او انزعاج، بيبقى ليه اثار على صحتك، بيجي لك صداع، بيجي لك مغص، تمام، بيجيب ليه اثار على ادائك في المدرسه. والحلول ان احنا ننام كويس وناكل طعام صحي ويبقى فيه وقت للراحه، فتقدر تكتب كويس عن البيرن اوت. تمام يا شباب. طيب ندخل بعد كده على الموضوع الثالث اللي هو الجلوبال وورمنج، الاحتباس الحراري. قال لك جلوبال وورمنج از ا سيريس ايشو، هو قضيه خطيره جدا that affects everyone on our planet، بيأثر على كل الناس في الكوكب. It means that the earth's temperature is increasing، معناه ان درجة حرارة الارض بتزيد. This rise in temperature is causing many problems for our world، والزيادة بتاعت درجة الحرارة بتسبب مشاكل للعالم. In this essay we will discuss what causes global warming, its effects and some possible solutions. هنناقش بقى، احنا كده عرفنا يعني ايه الجلوبال وورمنج، وان هو global issue او dangerous and serious issue او problem، خطيرة، ليها اسباب، ليها تأثيرات، ليها حلول. يبقى ليها causes او reasons، ليها effects او impacts، وليها solutions. Firstly let's talk about the reasons for global warming. One major cause is the burning of fossil fuels. اول سبب اللي هو حرق الوقود الحفري زي الكول والاويل والغاز، زي الفحم والبترول والغاز. When we burn these fuels they release gases like carbon dioxide into the atmosphere. حرق هذه الوقود او هذا النوع من الوقود بيخلي فيه غازات تنطلق الى الجو زي ثاني اكسيد الكربون. Another reason is deforestation which means cutting down trees. السبب الثاني التصحر او ازاله او قطع الاشجار. Trees absorb carbon dioxide and when they are cut down this gas stays in the air making the planet warmer. الاشجار طبعا بتمتص ثاني اكسيد الكربون، قطعها بيخلي الغاز اللي هو ثاني اكسيد الكربون موجود في الجو، وده بيخلي في بقى طبقه كده من الغازات فبيسبب الاحتباس الحراري. Secondly the effects of global warming. يبقى احنا عندنا كام سبب؟ اتنين اتكلمنا عنهم. السبب الاولاني اللي هو الاحتراق الفوسيل فيولز، العربيات اللي بتحرق كل يوم بنزين، والموتوسيكلات والمصانع والمحلات والمولدات، كل ده بيحرق، والكهرباء والغسالة والتلاجة، كل ده بيحرق وقود فبيطلع ثاني اكسيد الكربون. اتنين قطع الاشجار اللي هي اصلا بتمتص ثاني اكسيد الكربون وبتدينا اكسجين، فقطعها بيسبب المشكلة ديت او بيخليها تزيد سوءا. اتنين بقى هنتكلم عنها الايفكتس او الامباكت. قال لك الايفكتس بتاعت الجلوبال وورمنج ار سيريوس اند وايد سبريد. فور اكزامبل ات ليدز تو ميلتين ايس كابس اند جليشيرز ويتش كازز سي ليفلز تو رايز. اول تاثير هو بيتسبب الاحتباس الحراري في ذوبان التلج في القطبين، وده بيخلي مستوى البحر بيزيد او الليفل بتاع الميه بتاعت البحر بيزيد. طب وده بيسبب ايه؟ بيسبب كوارث، بيسبب فلودز، فيضانات، بيغرق بيوت كتيره، فمعظم الناس هتبقى هومليس وشرده لان بيوتها هتغرق والمدن كامله هتغرق. Additionally global warming can cause extreme weather conditions. الاحتباس الحراري بيؤدي الى ظروف مناخيه قصوى زي الهوريكنز، الاعاصير، الدراوت، الجفاف، and heat waves والامواج الحراريه. These changes can harm animals, plants and even humans. والتغيرات دي طبعا بتاثر وبتضر الحيوانات والنباتات وكمان البشر. Lastly الجزئيه الثالثه بقى الحلول. There are some possible solutions to reduce global warming. الحلول بقى اللي احنا هنحل بيها مشكله الاحتباس الحراري. One important solution is to use renewable energy sources like solar, wind and hydroelectric power. اول حل هو احنا نبدا نستخدم مصادر الطاقه المتجدده زي مين؟ زي السولر الطاقه الشمسيه، الويند طاقه الرياح، and hydroelectric power والطاقه الكهربائيه زي السد العالي في مصر. These sources don't produce harmful gases. لان الطرق ديت لا تنتج غازات ضاره. Another solution، يبقى الحل الاولاني ان احنا نستخدم renewable sources of energy، مصادر طاقه متجدده. Another solution، الحل الثاني is to plant more trees، زراعه مزيد من الاشجار، which can help absorb carbon dioxide، وده بيساعد في امتصاص ثاني اكسيد الكربون. We can also reduce waste and recycle more to decrease the amount of garbage. الحل الثالث recycling، والrecycling اعاده التدوير
يعني انت مثلا البلاستيك والخشب والازاز بدل والورق بدل ما هترميه ويبقى زباله وتتحرق وتطلع ثاني اكسيد الكربون، لا ده انت هتعيد استخدامها تاني، فانت كده بتقلل الجاربج، بتقلل الويست. وده طبعا the ends up in landfills which also produce greenhouse gases، لان انت لو ما عملتش ريسايكلينج هتروح الحاجات ديت فين؟ في المقالب بتاعه الزباله اللي هي اللاندفيلز، وده هيخلينا نحرقها وتطلع لنا برضك ثاني اكسيد الكربون. In conclusion, global warming is a critical problem caused by human activities. في النهايه الاحتباس الحراري ده critical problem، مشكله حاسمه وخطيره، ممكن تقول serious problem, dangerous problem, critical problem caused by human activities، بيسببها انشطه البشر like burning fossil fuels، زي حرق الوقود الحفري and deforestation والتصحر او ازاله الغابات او قطع الاشجار. It has severe effects on our environment، ولها اثار شديده على البيئه including rising sea levels، زي دايما بنعمل في الخاتمه سامري للي فات، زي ارتفاع مستوى البحر and extreme weather conditions وظروف مناخيه قصوى. However, by using renewable energy, planting trees and reducing waste, we can help slow down global warming. ولكن لو استخدمنا طاقه متجدده وزرعنا اشجار اكتر وقللنا النفايات نقدر نقلل ونبطئ من الجلوبال وورمن and protect our planet for future generation، ونحمي كوكبنا من اجل الاجيال القادمه. يلا بينا نروح لنفس الموضوع وهو ازاي بيتكتب بالست جمل. اهو الجلوبال وورمن يبقى مختصر بقى، هو the gradual increase in Earth's temperature، هو زيادة تدريجية في درجة حرارة كوكب الأرض due to human activities، بسبب أنشطة البشر. Firstly, burning fossil fuels like coal and oil releases gases that trap heat in the atmosphere. أولا حرق الوقود الحفري زي الفحم والبترول بيطلق غازات بتتحبس أو بتحبس، الغازات دي بتعمل طبقة بتحبس الحرارة في الغلاف الجوي ما بتخليهاش تتجدد. Secondly, cutting down trees means there are fewer plants to absorb these harmful gases. اتنين، قطع الأشجار يعني إن في نباتات أقل تمتص هذه الغازات الضارة. Thirdly, as the planet gets warmer, it can cause problems like melting ice caps and stronger storms. طيب لو المشكلة دي استمرت يبقى انت حضرتك هيحصل لك مشاكل زي ذوبان التلج اللي هو خلي فيه الـ sea level will rise، وهيسبب stronger storms اللي هي ظروف الطقس الشديدة، عواصف قوية. In conclusion, global warming is a serious issue، هي قضية خطيرة. And we need to take steps، محتاجين ناخد خطوات to protect our planet by using cleaner energy and saving our forests، محتاجين ناخد خطوات عشان نحمي الكوكب بتاعنا عن طريق استخدام طاقة نظيفة اللي احنا قلنا عليها هناك renewable energy and saving our forests، والحفاظ على الغابات يعني عدم قطعها، وكمان ممكن نزود بقى الحاجات اللي احنا خدناها هناك زي زراعة الأشجار والريسايكلينج. كل حاجة طبعا عندك مترجمة بالعربي. طيب ده بيخلينا ننتقل لرقم 4، ده Palestinian issue اللي هي القضية الفلسطينية. And the Palestinian issue stems from a long-standing conflict، هي عبارة عن قضية تنبع، كلمة stems from بمعنى تنبع من، a long-standing conflict، بسبب صراع طويل over land and statehood، الصراع ده على الأرض وعلى الدولة طبعا، between Israel and Palestine، ما بين إسرائيل وفلسطين. The effects of this conflict have been devastating، الآثار بتاعت هذا الصراع كانت destroying، devastating يعني مدمرة. It has led to numerous wars and uprisings، قد أدت إلى العديد من الحروب والانتفاضات. Resulting in the displacement of millions of Palestinians، أدى إلى نزوح ترك مكانهم وأوطانهم يعني ملايين من الفلسطينيين. The main cause dates back to the late 19th century and early 20th century. طيب البداية بتبدأ من أواخر القرن ال 19 وبداية القرن ال 20 20th century، when the Jewish immigrants، لما المهاجرين اليهود اللي هم الجويش began settling in Palestine، بدأوا يستقروا في فلسطين. Then under Ottoman rule، تمام، بعد كده تحت الدولة العثمانية. This led to tensions with the Arab population، وده أدى إلى توتر مع السكان العرب، who are the owners of land، اللي هم أصحاب الأرض، and the native inhabitants،
والسكان الأصليين. The Israeli-Palestinian conflict has been marked by instances of bad behavior and injustice perpetrated by the Israeli side against the weaker Palestinian side. يعني إيه بقى؟ The Israeli-Palestinian conflict, الصراع الفلسطيني الإسرائيلي, has been marked by instances, كان مميز بأمثلة على الباد بيهيفير, السلوك السيء والظلم, perpetrated by the Israeli side, الذي مارسه الجانب الإسرائيلي ضد الجانب الضعيف الفلسطيني. This includes acts of violence, زي أحداث عنف, discrimination, عنصرية, and the violation of human rights, وانتهاك حقوق الإنسان. One prominent example is the Israeli occupation of Palestinian territories. مثال واضح جدا هو احتلال الإسرائيلي للمقاطعات الفلسطينية, which has led to the displacement of thousands of Palestinians from their homes, وده أدى إلى نزوح الآلاف من الفلسطينيين لأن هم احتلوا بيوتهم, احتلوا أرضهم. The effects of this conflict have been devastating. الآثار كانت مدمرة. It has led to numerous wars, وأدت إلى حروب عديدة, and uprisings, وانتفاضات, resulting in, وأدت إلى the displacement of millions of Palestinians, وأدت إلى نزوح الملايين من الفلسطينيين. To overcome this problem, لكي نحل هذه المشكلة, it's essential for both sides, مهم جدا على كلا الجانبين, to engage in meaningful dialogue and negotiation, ان احنا نبدأ نشترك في حوار هادف, meaningful dialogue and negotiation, وفي مفاوضات. اثنين, the international community can also play a crucial role by mediating between the two parties. المجتمع الدولي له دور كبير, كلمة crucial بمعنى حاسم, by mediating between the two parties, عن طريق التوسط ما بين الاثنين الحزبين, and the pressuring Israel to abide by international law and respect Palestinian rights, وان هي تضغط على الإسرائيليين ان هي تحترم القانون الدولي وتحترم حقوق الفلسطينيين. ايه تاني يبقى غير الديالوج والنيغوشيشن المفاوضات؟ المجتمع الدولي يضغط على إسرائيل. ايه كمان؟ There needs to be a commitment from both sides to work towards a peaceful solution that recognizes the rights and dignity of both Israelis and Palestinians. برضك لازم يكون في commitment, التزام من الجانبين ان هم يعملوا اتجاه حل سلمي that recognizes, بيعترف بحقوق وكرامة كل من الإسرائيليين والفلسطينيين. This could involve the establishment of a Palestinian state, وده بيشتمل على إقامة دولة فلسطينية alongside Israel, جنب إلى جنب مع إسرائيل, with both sides living side by side in peace and security, وكلا الجانبين يعيشوا مع بعض في أمان وسلام. In conclusion, addressing the bad behavior and injustice practiced by the Israeli side towards the Palestinian requires a concerted effort from both sides and the international community. في النهاية, addressing علاج السلوك السيء والظلم اللي بتمارسه إسرائيل على الفلسطينيين بيتطلب مجهودات من كلا الجانبين ومن المجتمع الدولي. Only through dialogue, negotiation and a commitment to peace can this long-standing conflict be resolved. فقط عن طريق الحوار, عن طريق المفاوضات, وعن طريق الالتزام بالحلول السلمية ممكن يصل إلى حل نهائي لهذا الصراع. برضك عندك العربي يوم الترجم, تمام, وتعالى ما نشوفه بيبقى مكتوب إزاي بطريقة الست سطور. يلا بينا يا شباب. The Palestinian issue, حاجة خفيفة اهو, is about the long conflict between Palestinians, هو عبارة عن الصراع الطويل ما بين الفلسطينيين and Israelis, والإسرائيليين. يبقى Palestinians, الفلسطينيين, Israelis, والإسرائيليين على الأرض, and rights, الصراع ده على اللي هو الكونفليكت الطويل ده اسمه الصراع ما بين Palestinians, الفلسطينيين, والإسرائيليز over land, على الأرض والحقوق. Firstly, many Palestinians lost their homes when Israel was created in 1948. الكثير من الفلسطينيين فقدوا بيوتهم لما تم إنشاء إسرائيل في سنة 1948. Secondly, there have been many wars
and fights between the two sides. اثنين، كان هناك الكثير من الحروب والصراعات ما بين الجانبين since then، منذ ذلك الحين. Thirdly, Palestinians want their own country where they can live in peace. الفلسطينيين عايزين دولتهم عشان يعيشوا فيها بسلام. In conclusion, the Palestinian issue is a complex problem that needs a fair solution. هي مشكلة معقدة محتاجة حل عادل. To support Palestinians and Israelis حتى يعيش الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني safely and happily في أمان وفي سعادة. تمام، يبقى أنت كده قسمت، عرفت المشكلة الفلسطينية واتكلمت في ثلاث نقط. النقطة الأولى إن الكثير بسبب الصراع ده كثير من الفلسطينيين فقدوا بيوتهم، كان في حروب وصراعات من ذلك الوقت. الفلسطينيين كل اللي هم عايزينه دولة يعيش فيها بسلام، والحل لازم نوصل له بكل الطرق والمجهودات عشان الاثنين يعيشوا في سلام وفي سعادة. طيب ننتقل إلى نفس الفكرة، هنتكلم بقى على the events of Gaza، أحداث غزة. In this essay I will discuss the events in Gaza and the violence caused by Israel. هنتكلم عن الأحداث بتاعت غزة والعنف التي مارسته إسرائيل. These events have had a huge impact on the lives of people living in Gaza. هذه الأحداث كان لها تأثير كبير جدا على حياة الناس اللي عايشين في غزة. يبقى نناقش الأحداث بتاعت غزة والفايلنس، العنف اللي سببته أو اللي سببه الجانب الإسرائيلي. طيب الأحداث دي مالها؟ كان لها بالغ الأثر اللي هو الإمباكت على حياة الناس اللي عايشين في غزة. طيب understanding what happens in Gaza helps us learn about the difficulties they face every day. فهمنا للأحداث بتاعت غزة هيساعدنا نتعلم كتير عن الصعوبات اللي هما بيواجهوها كل يوم. Firstly, أولا، the conflict between Israel and Gaza has been going on for many years. الصراع ده ما بين إسرائيل والغزاويين بقاله سنين. Many people in Gaza have lost their homes because of the fighting. وكثير من أهل غزة فقدوا بيوتهم بسبب هذا القتال. Moreover, the violence has hurt many people. العنف أذى كثير من الناس including the children and families، من ضمنهم الأطفال والأسر. This makes it very hard for him to live a normal life. والده خلاهم أو خلى من الصعب أنهم يعيشوا حياة طبيعية. In addition, the blockade by Israel has made it difficult for people in Gaza to get basic needs like food, water and medicine. الحصار اللي هو البلوكيد اللي عملته إسرائيل خلى في صعوبة على people in Gaza أنهم يحصلوا على basic needs، الحاجات الأساسية زي الفود، زي الواتر، زي الميديسن. Because of this many families struggled to survive. ولذلك عانى أو كافح أو جاهد كثير من الأسر to survive، إن هي تبقى على قيد الحياة أو تنجو. Furthermore، بالإضافة إلى ذلك، the schools and hospitals in Gaza are often damaged in the violence. ده المدارس والمستشفيات في غزة تم تدميرها في هذا العنف. Making it hard for the children، وهذا جعل من الصعب على الأطفال to get an education and for sick people to get treatment، خلى صعب إن الأطفال تحصل على تعليم وإن المرضى يحصلوا على دواء أو علاج. Another important point is that the constant fear of attacks makes life very stressful for the people in Gaza. نقطة تانية مهمة، إن دايما ال constant fear، الخوف المستمر من الهجمات اللي بتعملها إسرائيل، خلت الحياة very stressful، مضغوطة قوي على الناس في غزة. They always worry about their safety، فهم طول الوقت قلقانين على أمانهم. Despite these challenges the people of Gaza show great strength and courage. وبالرغم من كل هذه التحديات ولكن الناس في غزة بتظهر قوة عظيمة جدا and courage، وشجاعة كبيرة جدا. They continue to live their lives and help each other. فهم مستمرين في العيش ومساعدة بعضهم البعض. في الختمة بنقول in conclusion the events in Gaza and the violence caused by Israel. الأحداث بتاعت غزة والعنف اللي سببته إسرائيل made life very difficult for the people living there. خلى الحياة صعبة على الناس هناك. Many have lost their homes and loved ones. فالكثير فقد يا إما بيوته
يا اما فقد احبائه بالموت. And they face daily struggles to get basic needs. وبيكافحوا يوميا عشان بس يحصلوا على الحاجات الأساسية. Understanding these events helps us see the strength and courage of the people of Gaza. فهم هذه الأحداث بيخلينا نشوف قوة وشجاعة أهل غزة. It also reminds us to think about how we can help those who are suffering. ودايما بيفكرنا إن احنا ازاي نفكر إن احنا نساعد في مساعدة هذه الناس أو نساعد في إنهاء هذا العناء أو هذا الصراع. طيب عندك برضك الإجابة هي بالعربي ويلا بينا نشوف هيكون مكتوب إزاي بطريقة الست سطور. هنا بيبدأ بيقول The events of Gaza involve conflicts between Palestinians in Gaza and the Israeli military. هو عبارة عن صراع ما بين أهل غزة والجيش الإسرائيلي military الجيش الإسرائيلي. Firstly, many people in Gaza live in difficult conditions. كثير من أهل غزة بيعيشوا في ظروف صعبة because of the blockade and blockades and restrictions بسبب الحصار والقيود اللي عملها إسرائيل. Secondly, there have been many violent clashes where homes and schools are destroyed and many people get hurt. اثنين, كان في كثير من العنف والصراعات خلت بيوت ومدارس تدمر وأرواح تزهق وناس تتأذى. Thirdly, these events cause a lot of sadness and make it hard for people to live peacefully. الأحداث دي أدت إلى العديد الكثير من الحزن وجعلت من الصعب إن الناس تعيش في أمان. In conclusion, the violence in Gaza is a serious issue. العنف اللي موجود في غزة ده قضية خطيرة جدا. That needs to be resolved. محتاجة إن هي تتحل. So that both sides can live safely and happily. حتى يعيش كلا الجانبين في أمان وفي سعادة. وبرضك سايب لك الترجمة بالعربي. يلا شباب ننتقل إلى رقم 5. Write an essay about keeping healthy. إزاي تحافظ على صحتك من الموضوعات المتوقعة. هنا قال لك keeping healthy is important for everyone. It helps us feel good and live a long happy life. This essay will explain why staying healthy is important and how we can keep our bodies in good shape. A healthy lifestyle is the key to a happy life. الحفاظ على صحتك دي حاجة مهمة جدا لكل الناس. بتساعدنا ان احنا feel good and live a long happy life. بتخليك تحس ان انت سعيد وبتعيش حياة طويلة وصحية. This كمان سعيدة. This essay هنشرح ليه بقى البقاء صحي مهم وازاي تقدر تحافظ على صحتك. A healthy lifestyle is the key to a happy life. لان الاسلوب بتاع الحياة الصحية هو الاساس والمفتاح بتاع الحياة السعيدة. First of all هيبدأ بقى يقول لك الاستراتيجيز. اولا هتعمل ايه؟ هتاكل طعام صحي. ثانيا تلعب رياضة. ثالثا هتاخد شوية نوم كويسين. يبقى دول تلات افكار واكتبهم باسلوبك. فهو هنا اتكلم عن eating healthy food is very important. We should eat fruits, vegetables, whole grains and proteins like chicken and fish. These foods give our bodies the nutrients they need to grow and stay strong. اما تاكل كل الطعام ده اللي فيه المكونات دي كلها, دي اسمها مواد غذائية. المواد الغذائية دي هتخليك تدي جسمك الحاجات اللي هو محتاجها عشان ينمو ويبقى قوي. For example, fruits and vegetables provide vitamins while proteins help build muscles. يعني لو كلت خضار وفاكهة هيديك فيتامينات والبروتينات هتبني لك جسمك وعضلاتك لان هو بروتين. بعد كده عشان تبقى صحتك كويسة do regular exercise. ليه؟ لأن regular exercise is crucial. Crucial يعني vital, يعني important, يعني essential, يعني necessary, يعني حاجة ضرورية. For staying healthy, exercise helps us maintain a healthy weight, builds strong muscles, and keeps our hearts healthy. الرياضة هتساعدك إن أنت تحافظ على وزن مثالي أو صحي, builds strong muscles, تبني عضلات قوية تساعدك في الشيل والحط والحركة, and keeps our hearts healthy وتحافظ على صحة قلبك. Activities like walking, running, swimming and playing sports are good ways to stay active. بيديك أمثلة بقى على الرياضة. تعمل الرياضة ازاي؟ زي المشي, الجري, السباحة أو أي لعبة رياضية. دي بتساعدك إن أنت تبقى نشيط. Additionally, exercising can make us feel happier. التمارين الرياضية بتقدر إن أنت تخليك تشعر بإن أنت أسعد because it releases chemicals in our brains that improves our mood. يبقى هنا عندك برضك الرياضة بتخلي جسمك أسعد لأن هي بتطلق مواد كيميائية
في مخنا بتحسن المزاج بتاعنا. Furthermore, getting enough sleep is necessary for good health. اللي انت تنام كويس ضروري عشان صحة كويسة. Teenagers need about 8 to 10 hours of sleep each night. انت محتاج من 8 ل 10 ساعات كل يوم نوم. Sleep helps our bodies recover and grow. النوم بيساعد أجسامنا في ان هي تعيد التنشيط بتاعها او تعيد بناء الأنسجة والنمو. Without enough sleep we can feel tired. بدون النوم الكفاية هتشعر بالتعب. And find it hard to concentrate in school. ويبقى صعب عليك جدا ان انت تركز في دراستك. Moreover, drinking plenty of water is essential. حاجة كمان زودها ان انت ما تشرب مية كتير, ده ضروري جدا. Our bodies need water to function well. Water helps, يعني الجسم بتاعنا محتاج المية عشان يقوم بوظائفه بشكل جيد. Water helps to keep our skin clear. بتساعد برضك على ان البشرة بتاعتك تكون نقية. Our bodies cool, وجسمك يكون رطب. And our minds sharp, وعقلك يكون حاد. We should drink about 8 glasses of water every day. نشرب حوالي 8 كوبايات مية كل يوم. Finally, avoiding bad habits like smoking and drinking alcohol is important. الحفاظ على الصحة بيتطلب تجنب عادات سيئة زي التدخين والكحوليات. These habits can harm our health and lead to serious diseases. لأن العادات ديت بتضر صحتنا وتؤدي إلى أمراض خطيرة. By staying away from them, we protect our bodies and our future. بالبعد عن هذه الحاجات, احنا بنحمي مش بس جسمنا, ده احنا بنحمي كمان مستقبلنا. In conclusion, keeping healthy is not difficult if we make good choices every day. الحفاظ على صحتك حاجة مش صعبة لو انت اخذت قرارات واختيارات كويسة كل يوم. Eating nutritious foods, ان انت تاكل طعام فيه غذاء. Exercising regularly, تلعب رياضة كل يوم. Getting enough sleep, تنام كويس. Drinking water, تشرب مية. Avoiding bad habits or simple ways to stay healthy. كل دي طرق بسيطة في ان انت تبقى صحتك كويسة. By following these steps we can live a happy and healthy life. باتباع هذه الخطوات تقدر تعيش حياة صحية وسعيدة. Remember, a healthy lifestyle is the key to a happy life. افتكر كويس ان اسلوب الحياة الصحي هو الاساس او المفتاح بتاع الحياة السعيدة. هنا بقى ما تيجي تحاول دول لست سطور, هتقرا العربي الاول وبعدين تكتب بقى كله كفقرة واحدة. هتسيب اول كده فراغ وبعدين تكتب الاول الحفاظ على الصحة مهم, وعشان نحافظ على صحتنا انت بتضمن ان انت تعيش حياة طويلة وحياة سعيدة. بعد كده تقول عشان اقدر اعمل ده تابع بعض الخطوات البسيطة, وتقول واحد ان انت تنام كويس, اتنين تلعب رياضة. وبقى ما تطولش, انت خلاص هتحط الافكار الاساسية كل واحدة جملة, يبقى خلص معاك ست سطور. هتكتب ان انت هتبقى ازاي صحتك كويسة. Sleep enough, exercise regularly, avoid bad habits, تجنب العادات السيئة. Drink a lot of water, تشرب مية كتير, تمام. And follow a balanced diet and eat healthy food, وتتبع نظام غذائي صحي وتاكل طعام بس. هتقول بقى by doing this we will ensure to live happily and healthily. هتضمن ان انت تعيش حياة صحية وحياة سعيدة. فده اللي انا بتكلم فيه, ان انت تقدر بالافكار دي كلها تدمجها لست افكار, لان انت مش هتحفظ كل ده, انت هتفتكر الافكار فهيطلع معاك ست سطور بحاجة كويسة جدا. طيب بعد كده عندك الترانسليشن بالعربي. ننتقل بعد كده للسوشيال ميديا. هنبدأ بقى نعرفها, وده اللي هتكتبه في البداية بأي طريقة بقى. هتقول ان السوشيال ميديا ديت a big part of our lives today, جزء كبير في حياتنا. It includes platforms like Facebook, Instagram and Twitter where people share photos, videos and messages. دي عبارة عن منصات زي الفيسبوك والانستجرام والتويتر, الناس بتشارك فيها صور, فيديوهات ورسائل. This essay will talk about the benefits and problems of social media and how we can use it wisely. اللي سيدة يتكلم على حاجتين, الفوائد اللي هي المميزات اللي هي البنفيتس والبروبلمز اللي هي العيوب. اول حاجة هتجد هنا قسم قسمين, قال لك ان السوشيال ميديا مميزاتها ان هي help us stay connected, بتخلينا متواصلين with family and friends. We can see what they are doing even they live far away, وبنقدر نتابع حياتهم ونشوف هما بيعملوا ايه حتى لو هما عايشين بعيد عننا. Secondly, it's a good way to learn new things. بنتعلم حاجات جديدة. We can find information about different topics and watch educational videos. Thirdly, social media can help us make new friends who have the same interests as us. فما تيجي تكتب بقى موضوع ست سطور ممكن تلخص ده, بس ما تلخص الأفكار بقى, تقول إن السوشيال ميديا has many benefits. Firstly, that social media make us, أو ممكن تقول firstly,
it can make us connected with family and friends. Secondly, it helps us to learn a lot and expose us. اتعرضنا to a large variety of resources. مصادر كتيرة جدا متنوعة and educational websites ومواقع تعليمية مختلفة. Thirdly, we can use social media to make new friends. بنقدر نعمل بالسوشيال ميديا أصدقاء جديدة. بعد كده تقول بقى however there are also problems with social media. إيه المشاكل؟ يبقى زي ما أنا قسمت لك الأفكار بتاعة المميزات إن هي stay connected with family and friends. اتنين learn new things. ثلاثة make new friends. وتكتبهم بقى باختصار. العيوب بتكتب however الاول, بتدخل على العيوب ايه هي بقى. can be a waste of time, مضيعة للوقت. وبعدين تشرح بقى او ما تشرحش على حسب بقى عايز تزود او تقلل. some people spend too much time on their phones and don't get their homework done. secondly, they can be cyberbullying. العيب التاني اللي هو التنمر او البلطجة الالكترونية where people say mean things online. حاجات بقى ناس بتقول اشياء وضيعة على اللي هي التعليقات السيئة يعني. this can hurt feelings and make people sad. وده بيجرح المشاعر وبيخلي الناس حزينة. thirdly, not everything on social media is true. مش كل حاجة على السوشيال ميديا حقيقية. يبقى not everything is true. sometimes people share fake news which can confuse others. بعض الأحيان ناس بتشارك أخبار مزيفة وده بيربك الآخرين. بس الموضوع خلص. تقدر تختصره بقى في 6 سطور عادي جدا. in conclusion, social media has both good and bad sides. It helps us stay connected and learn new things, but it can also waste time and spread fake news. To use social media wisely, we should limit our time on it. لازم نحدد وقتنا عليها. Be kind to others, نكون لطاف مع الآخرين. And check the truth of what we read, ونتأكد من حقيقة ما نقرأه. This way, we can enjoy the benefits without facing the problems. بالطريقة دي تقدر تستمتع بالمميزات بدون ما تواجه المشاكل. وهسيب لك الترجمه هي بالعربي, وهسيب لك بردك الست سطور الاختصار. انا بفضل ان انت تقرا ده وتختصر منه. بعد كده الاونلاين ليرنينج, موضوع من الموضوعات المهمه والمتوقعه يا شباب. تعلم اللي هو الاونلاين اللي هو التعلم عن طريق الانترنت. اونلاين ليرنينج هاز بيكام ا سيجنيفيكانت بارت اوف ايدكيشن. التعلم عبر الانترنت بقى جزء مهم من التعليم خلاص. سبيشالي وذ ريسنت ادفانسمنتس ان تكنولوجي, وخصوصا مع التقدم في التكنولوجيا. ات الاوز ستودنتس to study from anywhere using the internet to access classes and materials. معناه التعليم ده بيسمح للطلاب ان هم يدرسوا من اي مكان باستخدام الانترنت to access classes and materials عشان يقدروا يوصلوا للحصص والمواد العلمية. This essay will discuss the benefits of online learning, its challenges and how it can be improved. هنناقش برضك الفوائد بتاعه الاونلاين ليرنينج, هنتكلم عن التشالنجز and how it can be improved. تقدر بقى تلخص الكلام ده وتقول in this piece of writing أو I will write about online learning. Online learning is كذا, أو اللي هو is something that help students to learn from anywhere using the internet. تمام. And I will discuss its benefits and its challenges. هتكلم عن الفوائد بتاعته والتحديات بتاعته. كده اختصرت الدنيا في سطر سطرين. Firstly, هتتعلم بقى عن بردك الكم ميزة والكم عيب, وتقدر بردك تختصرهم بأسلوبك من غير ما تطول. شفت الفكرة بقى؟ Firstly, online learning offers great flexibility. يبقى أول ميزة عندك مرونة. المرونة دي معناها إيه؟ You can study at your own pace. تقدر تدرس بسرعتك وبوقتك. Your schedule. يعني الوقت المناسب ليك والسرعة المناسبة ليك. Which is especially useful for those who have other commitments like work or family. وده يبقى مفيد قوي قوي للناس اللي عندها التزامات تانية زي شغل أو أسرة. Secondly, online learning provides access to a wide range of courses and resources. الonline learning بيديك كورسات كتيرة جدا وموارد كتيرة جدا. Students can choose from many different subjects and learn from experts worldwide. تقدر تختار من مجموعة كبيرة جدا من الكورسات وتقدر تتعلم على ايد خبراء على مستوى العالم. Making education more diverse, بيخلي فيه تنوع and comprehensive, وفيه شمولية. Thirdly, online learning helps develop important technological skills. بيساعد في تنمية بعض المهارات التكنولوجية عند الطلاب. Regular use of computers and the internet can make students more comfortable with technology. الاستخدام المتكرر لأجهزة الكمبيوتر والإنترنت بيخلي الطلاب أكثر راحة في التعامل مع التكنولوجيا, which is valuable in today's digital world. وده أكيد قيم ومفيد في العالم الرقمي اللي احنا عايشين. يبقى أنت عندك ثلاث مميزات
اللي هي الفلكسبيليتي. You can study at any time, at any place. تمام؟ at your choice, باختيارك. اتنين, you have a wealth of resources. ثروة من المصادر. تلاتة, عندك احنا قلنا بقى flexibility وثروة من المصادر. We, it can improve and develop students' skills. بتنمي مهارات الطلاب. تختصرهم برضك بأسلوبك ورا بعض كده. ال however بقى بتنقلنا للـ challenges أو الـ drawbacks أو الـ cons, العيوب. Firstly, it can be hard for students to stay motivated and disciplined without a structured classroom environment. صعب جدا إن الطلاب تبقى متحمسة وتبقى منتظمة ومنضبطة بدون بيئة الفصل. Secondly, the lack of face-to-face interaction. نقص التفاعل وجها لوجه. The lead to feelings of isolation, يؤدي إلى إحساس بالعزلة. And reduce opportunities for social learning, وبيقلل فرص إن أنت تتعلم المهارات الاجتماعية لأن أنت منعزل. Thirdly, not all students have access to the necessary technology. مش كل الطلاب عندها التكنولوجيا المطلوبة ولا عندها جهاز مظبوط ولا عندها نت مظبوط. In conclusion, online learning offers flexibility. قبل ما أختم, أنت كده عندك العيوب اللي هي إيه بقى؟ إن you can't provide the discipline and motivation of the classroom. ما تقدرش توفر الحماس والنظام بتاع الفصل. اتنين, lack of face-to-face interaction. نقص التفاعل المباشر وجها إلى وجه. تمام؟ some students don't have the necessary equipment. مش معاها الأجهزة والعدة المطلوبة. They don't have good internet or good device. ما معهمش ولا نت كويس ولا جهاز كويس يستخدموه. دي العيوب. بس بتلخص بقى ما سبق. In conclusion, online learning, ممكن بقى في لو هتكتب ست سطور ما تكتبش الكلام ده وتكتب مثلا to make online learning more effective, we need to address these challenges by providing support, encouraging interaction, and ensuring that all students have the necessary tools. By doing so, we can enhance the online. ممكن نختصر بس ونقول we should enhance. يجب ان احنا نعزز ال online learning experience for everyone. لازم نقويها ونعززها لكل الناس ان هي تجربها وتستمتع بيها. تمام؟ لان الخاتمه عباره عن تلخيص لما سبق, سمرايز للي فات. وعندك بردك الترانسليشن بالعربي يا شباب. طيب, عندنا كان فريلانسنج, موضوع بردك مهم جدا. نقدر ازاي نكتب عنه او ايه الداتا او البوينتس اللي نكتب عنها, اللي هو الفريلانسنج اللي هو العمل الحر. To be your own boss, to have your own business. بتشتغل عند حساب نفسك, تبقى عندك البيزنس بتاعك, ما تشتغلش في وظيفه حكوميه ولا عند حد. وده طبعا موضة في الأيام دي أو حاجة واقعية بنعيشها في الأيام دي, فمتوقع يجي واحد عنه. فهو برضك بسيطة, هو تاخد أفكاره وتحوله برضك لست جمل أو تكتبه بنفس الطريقة, مش هتفرق. Freelancing is a way of working. هنبدأ برضك نعرف هو الفريلانسنج. هو way of working where people are their own bosses. هي طريقة للعمل بتكون فيها الناس هي مديرة نفسها. Instead of working for the government, بدل من العمل لدى الحكومة. They offer their skills to different clients, وبيقدموا خدماتهم لزبائن أو عملاء مختلفين. This essay will discuss why freelancing can be a good alternative to government jobs. وفي الإساي ده هنناقش إزاي الفريلانسنج ممكن يكون good replacement أو good alternative, بديل كويس جدا للgovernment jobs, للوظائف الحكومية. Firstly, freelancing offers more freedom. أول حاجة بيوفر لك حرية, تقدر تختار المكان والساعة اللي أنت عايز تشتغل فيها. Secondly, freelancers can work from anywhere. تقدر تشتغل من أي مكان. Even from home. حتى عايز تشتغل من بيتك تقدر عادي. This is very convenient. ده مريح جدا. Thirdly, freelancing allows people to earn money from various sources. تسمح لك تكسب فلوس من مصادر مختلفة. They are not limited to one job or salary. فهي مش مقصورة على وظيفة واحدة ولا مرتب واحد. In conclusion, freelancing provides freedom, convenience and multiple income sources. في الخاتمة زي ما شفتوا ان الفريلانسنج بيوفر لنا حريه, راحه ومصادر متعدده. كلمه multiple income sources, مصادر دخل متنوعه. It's a good alternative. فعلا هي بديل جيد to government jobs, للوظائف الحكوميه. For those, لمين بقى؟ Who prefer flexibility and independence, للناس اللي بتفضل المرونه وبتفضل الاستقلاليه. تمام؟ طيب, برضك تقدر تلخصه وتتكلم عن المميزات ديت باسلوب بسيط جدا. مميزات, هنتكلم عن الفريلانسنج بطريقه تانية. احنا هنا اتكلمنا عن المميزات بس في اللي فات, قلنا ان هو بيديك حريه, بيديك
راحه، بتقدر تشتغل من اي مكان حتى من البيت، عندك حريه بتختار الوقت المناسب ليك، you can choose your working hours، تقدر تختار البليس براحتك، حتى عايز تشتغل في البيت وده بيديك convenience and you make you comfortable، بيخليك مرتاح، بيوفر لك multiple income sources، مصادر دخل متنوعه، you can make a lot of money، ولكن بشرط يكون عندك discipline، انتظام وتايم مانجمنت، يكون عندك نظام اصلا وعندك اداره وقت عشان ما تقعدش نايم طول النهار. هنا بقى هنتكلم عن الفريلانسنج كادفانتجز وديسادفانتجز، كمميزات وعيوب. فطبعا المميزات اتكلمنا عنها، اللي هو بقى اللي اتكلمنا عنه الفريدم، وتشتغل من اي مكان، وتقدر تختار المشروعات اللي انت حاببها وترفض اللي انت مش حاببها. ولكن في شويه دروباكس بقى، عيوب. اول عيب، ما عندكش ستيدي انكم، ما عندكش دخل ثابت. سكندلي، they don't get benefits like health insurance، ما عندهمش المميزات بتاعه الحاجات مثلا زي التامين الصحي. besides freelancers might feel lonely because they work alone، ممكن يشعروا بالوحده لان هم بيشتغلوا ايه لوحدهم. in conclusion freelancing offers a freedom and flexibility، هو بيوفر لك حريه ومرونه، but also has challenges، في تحديات like income instability، عدم الاستقرار في الدخل، and lack of benefits، ونقص المنافع زي التامين الصحي وزي الاجازات المدفوعه. it's important to weigh these pros and cons، فلازم الاول توزن المميزات والعيوب before deciding to freelance، قبل ما تقرر تشتغل في العمل الحر. برضك هنا بيجي لك يقول لك اكتب عن protecting our natural resources، حماية مواردنا الطبيعية. قال لك natural resources are the materials we get from nature like water, trees, air and minerals. أول حاجة بدأ يعني إيه موارد طبيعية، فقال لك natural resources are the materials، هي المواد الخام، we get from nature، التي نحصل عليها من الطبيعة، زي الwater، trees، الأشجار، الair and minerals والمعادن. they are very important for our daily lives، دي حاجات مهمة في حياتنا اليومية. the topic of this essay is the importance of protecting natural resources، والموضوع بقى اللي هنتكلم عنه ازاي نحميها، لأن حمايتها is essential for our survival، هي حمايتها ضرورية عشان بقائنا، and the well-being of future generations، ورفاهية وسعادة الأجيال القادمة. first let us consider water، هيبدأ يتكلم عن الموارد الطبيعية مورد مورد، فهو هنا بدأ يتكلم عن الwater، بيتكلم هنا عن التريز، بيتكلم هنا عن الاير، بيتكلم هنا عن الغاز، بيتكلم هنا على الخاتمة، وصلت؟ فهناخد بقى في كل من كل فقرة فكرة، يعني مثلا let us consider water، water is vital resource for all living things، without clean water we can't drink, cook or clean، فهو حاجة مهمة، ما هي كلمة vital يعني important، حيوي أو ضروري، فبدون مية نظيفة ما نقدرش نشرب ولا نطبخ ولا ننظف أي حاجة. many people in the world don't have access to clean water، therefore we must conserve water by using it wisely، فعشان كده لازم نحافظ على المية، كلمة conserve نحافظ على المية باستخدامها wisely بحكمة. for example we can take shorter showers، يعني مثلا نقلل في الاستحمام، يعني بدل ما تقعد ساعة تستحمى خمس دقايق، and fix leaking tabs، ولو عندك حنفية بتسرب تصلحها. يبقى هنا اتكلم عن أهمية المية. next let us talk about trees، trees provide us with oxygen which we need to breathe، الأشجار كمورد طبيعي مهمة لأنها أصلا بتوفر لنا الأكسجين اللي احنا بنتنفسه. they also give us wood and paper، وبتدينا خشب وورق. unfortunately هنا بقى ممكن لو هيكتب 200 كلمة تزود، مش هتكتب 200 كلمة تختصر لحد هنا. مثلا هنا برضك في موضوع المية، water is vital resource for all living things، without clean water we can't drink, cook or clean، بس نكتفي بده وننقل على طول next، وبعدين تروح نقطة على طول بقى trees provide، على طول بقى فكك من الكلام ده، ما تتكلمش بالكلام ده، ده لو هتختصر في ست جمل. trees provide us with oxygen which we need to breathe، they also give us wood and paper، تختصر لحد هنا. وعايز بقى تزود، لو هيجيب لك الميتين كلمة تقول unfortunately many trees are being cut down at a fast rate، للأسف أشجار كتيرة جدا بتتقطع بمعدل كبير، causing deforestation، بتسبب تصحر. this is not only affects animals that live in forests، وده مش بيأثر بس على
الحيوانات التي تعيش في الغابات تمام but also contributes to climate change ولكن ده بيساهم في تغيرات المناخ hence we should plant more trees ولذلك لازم نزرع أشجار أكتر and use paper products carefully ونستخدم منتجات الأوراق بحرص لأن إحنا بنستخدم الشجر عشان نصنع أوراق طيب furthermore we need to protect the air air pollution from cars and factories make it hard to breathe and can cause diseases نفس الكلام ممكن تختصر كده محتاجين برضك إن إحنا نحمي الهواء لأن تلوث الهواء اللي بيجي من العربيات والمصانع بيخلي من الصعب إن أنت تتنفس وبيسبب أمراض عايز تكمل تكمل بقى to reduce air pollution we can use public transportation وعشان نقلل تلوث الهواء نستخدم المواصلات العامة ride bikes نركب عجل or walk instead of driving cars أو نمشي بدل ما نركب عربيات additionally factories should use filters المصانع تستخدم فلاتر to clean the smoke they release عشان تنظف الدخان اللي بيطلع منها in conclusion protecting natural resources لو حمينا الموارد الطبيعية ده شيء crucial يعني very important ليه يا مستر for a healthy planet عشان نعيش في كوكب صحي and a better future وعشان المستقبل يكون أحسن by saving water planting trees reducing air pollution لو حافظنا على المية زرعنا أشجار قللنا التلوث بتاع الهواء and using alternative energy ونستخدم بدائل للطاقة we can all contribute to this important cause كلنا هنساهم في هذه القضية المهمة it's our responsibility مسؤوليتنا to take care of nature so that future generations مهمتنا ومسؤوليتنا ان احنا نحافظ على الطبيعة عشان الأجيال بتاعت المستقبل تستمتع by a clean and safe environment ببيئة نظيفة وصحية وبرضك سهيد لك الترجمة بالعربي وكل اللي انت هتعمله لو هتكتب ست سطور هتقول protecting our natural الأول تقول natural resources are many like air, water زي الهواء والمية الغاز and minerals protecting these natural resources is very important حمايتها مهمة جدا وبعدين تدخل water is very important because we can't live without it ما نقدرش نعيش من غيرها we use it to drink to cook and to wash so it's important to conserve and protect and save water على طول تدخل على trees provide us with shade and oxygen we breathe so we shouldn't cut down trees بس الأشجار مهمة لأنها بتوفر لنا الظل والأكسجين اللي بنتنفسه and ممكن تزود وتقول and protect us against global warming بتحمينا ضد الاحتباس الحراري so we shouldn't cut down trees فما نقطعش الأشجار بعدين تقول thirdly we shouldn't pollute air because polluted air cause diseases ما ينفعش نلوث الهواء لأن تلويث الهواء بيسبب أمراض وصلت الفكرة بس نقول لو if we protect finally if we could protect natural resources لو قدرنا نحمي الموارد الطبيعية we will live a happy life هنعيش حياة سعيدة and ensure welfare and happiness ونضمن الرفاهية والسعادة for our future generations للأجيال القادمة هو ده اللي انت الفاهم يعرف يختصر تعالى ما نكتب عن البلوشن التلوث هنا بيقول لك بلوشن is when برضك هنبدأ عادي نعرف البلوشن قال لك هو عبارة عن لما في harmful substances مواد ضارة كلمة substances مواد harmful ضارة or added to the environment بيتم إضافتها للبيئة making it dirty and unsafe فبيخلي البيئة قذرة وغير آمنة This essay will discuss the causes and types of pollution هنتناقش بقى إيه هي أنواع التلوث وأسبابه effects تأثيراته and some possible solutions وإزاي نحل هذه المشكلة Understanding pollution is important so we can take steps to reduce it and protect our planet نفهم إن مشكلة التلوث دي خطيرة فلازم ناخد خطوات to reduce it and protect our planet عشان نقلله ونحمي الكوكب بتاعنا طيب first let us look at the causes and types of pollution هنتكلم عن أسباب وأنواع pollution can come from many sources factories, cars and burning fossil fuels release harmful gases into the air أول حاجة التلوث ممكن يكون ليه مصادر كتيرة جدا منها المصانع والعربيات وحرق الوقود الحفري ده بيخلي فيه إطلاق release harmful gases into the air causing air pollution وده بيسبب أول نوع يو تلوث الهواء littering and dumping waste into rivers and oceans lead to water pollution رمي القمامة والمخلفات في الأنهار والمحيطات
بيوصلنا للنوع الثاني من التلوث اللي هو الواتر بولوشن. Additionally, using pesticides and chemicals in farming can result in soil pollution. استخدام المبيدات الحشرية والكيماويات في التربة بيؤدي إلى تلوث في التربة. Therefore, human activities are the main causes of pollution. ولذلك هو أساسا أنشطة البشر هي السبب في التلوث. لما نيجي تلخص بقى تقول إن we know that pollution is a serious problem that we should reduce and لازم نقللها and prevent ونمنعها. وبعدين تقول there are many kinds of pollution, في أنواع كثيرة من التلوث. Like تدخل في الموضوع تقول بقى air pollution, water pollution, noise pollution and soil pollution. بس بدل ما تكتب كل ده تقول يوجد أنواع كثيرة التلوث زي ال water pollution, ال air pollution, ال noise pollution التلوث السمعي and soil pollution. تمام. وبعد كده تتكلم على ال effects بقى. ايه بقى ال effects او التأثيرات؟ بيسبب breathing problems, مشاكل في التنفس, diseases, امراض like asthma زي مرض الربو, and lung cancer وسرطان الرئة. Water pollution harms marine life and makes water unsafe to drink. تلوث المية بيأثر او بيضر الحياة البحرية وبيخلي المية غير امنة للشرب. Soil pollution affects plant growth and can lead to loss of fertile land. تلوث التربة بيأثر على نمو النباتات وبيؤدي الى فقد خصوبة التربة. Moreover, pollution contributes to climate change. التلوث بيعمل لنا تغير في المناخ, which results in extreme weather conditions, وده بيوصلنا لظروف مناخية قصوى زي الفلودز, الفيضانات, الدراوتس والجفاف. Consequently, pollution has serious impacts on health and the environment. تقدر بقى تاخد التأثيرات دي وتقول باختصار, لو عايز تختصر, pollution has a lot of bad effects. It causes diseases, بيسبب أمراض. Water pollution affects or harm marine life and make water unsafe to drink. التلوث المية بيأثر على الحياة البحرية وبيخلي المية غير أمنة للشرب. تمام. Pollution can cause global warming. التلوث بيؤدي إلى climate change أو global warming, الاحتباس الحراري. And bad weather بيؤدي إلى طقس سيء like floods and droughts. تقدر تختصر. بعد كده الـ solutions بقى to reduce air pollution, عشان نحل المشكلة ونقلل التلوث نعمل إيه بقى؟ We can use public transport, نستخدم المواصلات العامة, carpool, مشاركة العربية. يعني مثلا أنا عندي عربية وأنت عندك عربية, أنا يوم وأنت يوم, فده هيقلل التلوث. أو ride bicycle, أو نركب عجل instead of driving cars. إيه كمان؟ Planting more trees also helps clean the air. نزرع أشجار أكتر. To prevent water pollution, we should dispose of waste properly and reduce the use of plastic. عشان نمنع تلوث المية, we should dispose of waste properly. لازم نتخلص من النفايات بعيد بقى عن المية بشكل مناسب, ونقلل استخدام البلاستيك. Using natural fertilizers, نستخدم في الأرض لما بنزرع مخصبات طبيعية مش مخصبات كيماوية instead of chemicals, can help reduce soil pollution. ده بيقلل تلوث التربة. Additionally, governments can create and enforce laws. الحكومة تعمل قوانين to limit pollution, تحد من التلوث. By making small changes in our daily lives, التغيرات البسيطة اللي بنعملها في حياتنا اليومية, we can make a big difference. نقدر نعمل فرق كبير. يبقى الحلول اللي هو we can solve the problem of pollution by many ways, like use public transportation, carpool, riding bicycles, walking. تمام. Planting more trees, نزرع أشجار. Using natural fertilizers, استخدام مخصبات طبيعية. The government should make laws to limit pollution. بس تكتبهم مرة بعد كده. يبقى انت قسمت الكتابة بتاعتك لان انت عرفت التلوث انه مشكلة خطيرة ولها اسباب وانواع ولها تأثيرات ولها حلول. والله انواعها كذا وكذا وكذا, تأثيراتها كذا وكذا وكذا, وحلولها كذا وكذا وكذا. وبعدين تكتب الخاتمة باختصار برضك. In conclusion, pollution is a major problem caused by human activities. التلوث ده مشكلة كبيرة سببتها الأنشطة البشرية. It affects our health, the environment, and contributes to climate change. بتأثر على صحتنا, بتأثر على البيئة, بتأثر على المناخ. By understanding the causes and types of pollution and implementing solutions, بفهم مشكلة التلوث وتطبيق الحلول, we can work together to reduce pollution. نقدر نقلل من التلوث and create a cleaner, healthier world.
ونقدر نخلق عالم اكثر صحه واكثر نظافه for future generations عشاننا وعشان اجيال المستقبل. وبرضك اسيب لك الترانسليشن عشان العربي. بس شباب شفتوا بقى الموضوع بسيط ازاي؟ الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. كده اتعلمنا نكتب إيسيز سواء بطريقه 200 كلمه او بطريقه 6 سطور. الموضوع بسيط قوي يا شباب وسهل. شفت بدايه الفيديو كان عندنا مشكله، في نهايه الفيديو ان شاء الله بفضله وبجوده وبكرمه علينا اتحلت المشكله. انتظرونا كثيرا في الايام اللي جايه نحل لكم مزيد من المشاكل ونقف جنبك كده ونطمنك. والله نتمنى لكم تكونوا افضل مننا عشان تكملوا احسن بعدنا وما تعوش في المشاكل اللي احنا وقعنا فيها. احبكم جدا في الله. حبيبك مين؟ مستر محمد جلاد مدرس اللغه الانجليزيه للمرحله الثانويه. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي وانا كده متحمس بجد اشوفكم تاني. انتوا وحشتوني اصلا وانا لسه سايبكم. باي باي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.